بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل بيته مثابة للناس وأمنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمدًا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة الكرام، حجاج وعمار وزوار وكل قاصد بيت الله الحرام، هذا لقاء ينعقد في رحاب بيت الله الحرام بعنوان هكذا طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة البرامج التي تقدمها مشكورة الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام. والحديث عن طواف المصطفى صلى الله عليه وسلم وهديه في هذه العبادة العظيمة وفي رحاب بيت الله الحرام يأتي في سياق الحديث عن عبادة اختصها الله عز وجل بهذه البقعة المباركة، بهذا البيت العتيق، بهذا البيت الحرام والكعبة المعظمة. ثم هو من جهة هدي النبي صلى الله عليه وسلم وشأنه الأكمل في هذه العبادة العظيمة، الحديث يهم كل مسلم يقصد بيت الله الحرام ويأتيه، لأنه لا يخلو أحدنا ممن أتى بيت الله الحرام إما أن يكون حاجاً أو معتمراً أو زائراً ومصلياً، فكل قاصد لبيت الله الحرام هو محتاج إلى تعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، لأنه سيطوف فيبحث عن هدي الإمام الأكمل سيد البشر وخاتم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليه. وبين يدي الحديث عن طواف نبينا صلى الله عليه وسلم وما يتصل بذلك من المسائل والأحكام، أيها الكرام، لابد أن نقدم بمقدمات فيها الحديث عن هذه العبادة العظيمة، عن فضلها، عن مكانتها، عن خصائصها، عما كتب الله عز وجل للطائفين بهذا البيت الحرام. في الحديث عن فضل الطواف وآثاره وخصائصه وما أعد الله له، جملة من المسائل أولها أن الطواف يا أمة الإسلام عبادة جليلة وشعيرة من شعائر الإسلام عظيمة منذ أن بنيت الكعبة، بل هو أحد مقاصد بناء هذه الكعبة المعظمة على يد الخليل إبراهيم عليه السلام. فإن الله عز وجل قد قال: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود. وقال سبحانه في الآية الأخرى: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. تلاحظون أن الطائفين ذكروا مرتين في الآيتين، واقتصرت إحدى الآيتين على العاكفين والأخرى على القائمين، ثم قدم صنف الطائفين على الآخرين من القائمين والعاكفين ومن الركع السجود. وإن كانت الواو لا تقضي الترتيب على الصحيح في كلام العرب وكما يقرره أهل العلم، إلا أن تقديم الطائفين في سياق قصة بناء البيت في الآيتين كلتيهما يدل على اختصاص عظيم وعلى فضيلة لهذه العبادة وهي الطواف. كلنا إذا دخل البيت الحرام وأتى إلى هذا المسجد المبارك المعظم فإنه إما أن ينشغل بطواف أو بصلاة أو بقرآن وذكر وكل عبادة يحبها الله، لكن لنعلم أنه ربما كان الطواف أعظم عبادة في هذه البقعة وهي مقدمة على ما سواها. فانظر كيف أمر الله الخليل إبراهيم عليه السلام ببناء البيت وتطهير المكان، قال سبحانه: للطائفين. فالطائفون هم أول صنف من عباد الله ممن يقصد البيت الحرام، بني له البيت وطهر لأجله بنداء الله الكريم سبحانه وتعالى إلى نبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. ثانيا في فضائل الطواف وخصائصه
أنه ركن العمرة والحج وواجب من واجباته المؤكدة، فإننا في العمرة نؤدي 4 أعمال: الطواف والسعي والإحرام والحلق أو التقصير. فيكون الطواف بالبيت جزءا مهما في العمرة، سواء سميناه ركنا أو واجبا على اختلاف اصطلاحات الفقهاء. ونحن كذلك أيضا في الحج، فإن حج أحدنا أقل شيء من الطواف المشروع فيه يأتي به 3 أنواع: طواف القدوم أو العمرة بالنسبة للمتمتع والقارن، وطواف الإفاضة وهو طواف يوم النحر وهو ركن الحج، ثم طواف الوداع في آخر ذلك. هذه الأنواع 3 التي قال بوجوبها جل أهل العلم، وإلا فإن المستحب منه بابه مفتوح لا حد له. فارتبط الطواف بعبادتين عظيمتين هما العمرة والحج، هو القصد لهذا البيت الحرام. والمعتمر والحاج وافد كريم على الله، على حد قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فوفد الله إذا وفد إلى بيته الحرام بعمرة أو بحج فإنه لا يستغني عن الطواف، لن تتم عمرته ولا يتم حجه، ويبقى نسكه متعلقا من الأعمال على جملة منها الطواف، فتأكد ارتباطه في هذه العبادات والمناسك العظيمة. ثالثا في فضائل الطواف، أن باب التطوع فيه جاء في الشريعة مفتوحا بلا تقييد بعدد ولا بوقت ولا نهي ولا غيره. يدخل الداخل المسجد الحرام فيطوف في أي ساعة شاء من ليل أو نهار. وإذا كانت الصلاة وهي صلاة قد منعنا عنها في بعض الأوقات وهي أوقات النهي، مثل بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس، وعندما تقوم الشمس في وسط السماء حتى تزول، هذه أوقات نهي للصلاة. لكن الطواف لا يتعلق بوقت نهي، وهو يطاف بالبيت الحرام في كل آناء الليل وأطراف النهار. ولهذا قال نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف لا تمنعوا أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار. فأضحى هذا الطواف وهذه العبادة العظيمة من العبادات التي لا تتقيد بوقت ولا بعدد. ومن جاء مكة ومكث فيها ساعة أو شهرا أو سنة أو ما شاء الله، فإنه لا يقال له يكفيك في اليوم طواف واحد، ولا يقال له لن تزيد في الساعة على طواف واحد، بل هو باب مفتوح. وهذا من فضائل ربنا سبحانه وتعالى بنا أمة الإسلام. رابعا من فضائل الطواف الثواب المرتب عليه أمة الإسلام. اسمعوا رعاكم الله إلى ما أخرج الأئمة أحمد والترمذي والنسائي واللفظ لأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، والحديث صححه الألباني وعدد من المحققين. يقول ابن عمر رضي الله عنهما وقد سأله بعض أصحابه عن طوافه بالكعبة، وأنه رآه لا يستلم إلا الركن اليماني والحجر الأسود، فقال له السائل: ما لي أراك لا تستلم إلا الركنين؟ فأفاض الصحابي الجليل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في ذكر ما سمعته أذناه من المصطفى صلى الله عليه وسلم في فضائل هذا الطواف. فاسمعوا إلى ما يشد الهمم وتشتاق له النفوس من عظيم أجر الله في من طاف ببيته الحرام وكعبته المعظمة. قال في الحجر الأسود والركن اليماني ابن عمر رضي الله عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. فمن استلم الركن يعني مسحه، ومن استلم الحجر الأسود يعني مسحه أو قبله أو مسه بشيء ثم قبله، قال: إن استلامهما يحط الخطايا. قال رضي الله عنهما: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف أسبوعا يحصيه. أسبوعا هنا يعني 7 أشواط. من طاف أسبوعا يعني من طاف 7 أشواط بالكعبة. قال: من طاف أسبوعا يحصيه وصلى 2 ركعتين كان كعدل رقبة، له من الأجر والثواب كأنما اعتق رقبة. تدري ما ثواب عتق الرقبة؟ يقول صلى الله عليه وسلم: من اعتق رقبة
أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. لك إذا أعتقت رقبة أن الله يعتق أعضاءك من النار كما أعتقت الرقبة من الرق. واليوم لا نملك رقابا، لكن نملك أجرها وثوابها بهذا الطواف بالبيت الحرام. قال: من طاف بهذا البيت، من طاف أسبوعا يحصيه وصلى ركعتين كان كعدل رقبة. يقول ابن عمر رضي الله عنهما مسترسلا: وسمعته صلى الله عليه وسلم يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتبت له 10 حسنات وحط عنه 10 سيئات ورفع له 10 درجات. وفي لفظ للترمذي قال: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه خطيئة وكتب الله له بها حسنة. أي أجر يا كرام في الطواف بالبيت الحرام؟ لا عجب، هذا بيت الله، وهذا إكرامه سبحانه لمن طاف ببيته ولمن أتى إليه ولمن وفد بحج أو عمرة. هذا فيض من الكرم الإلهي، هذا بحر من الأجور لا ساحل له. أريد لأمة الإسلام أن تغترف من الحسنات والأجر والثواب ومضاعفتها وتكفير السيئات وحط الخطايا إكراما من الله جل جلاله لمن وفد إليه وأتى إلى بيته الحرام. نحن معشر البشر نحتفي بضيفنا إذا حل بدارنا، أليس كذلك؟ ونسعى جاهدين في إكرامه وضيافته، وما زالت العرب تعد هذا من المروءات، وأنه لا يليق بمن دخل دارك أن تقصر في إكرامه أو ضيافته. فما ظنك بأكرم الأكرمين سبحانه وتعالى؟ ما ظنك برب العالمين جل ربنا في علاه وبإكرامه وبضيافته سبحانه لمن أتى بيته الحرام فطاف فيه فطاف به وأتى يقصد هذه الكعبة المعظمة؟ جاء أيضا في فضائل الطواف ما أخرج أبو داود والترمذي وصححه، وابن قدامة أيضا صححه في الكافي عن عائشة رضي الله عنها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي داود، وهو يبين أحد مقاصد الطواف، وهو أن يكون الغرض من طواف الطائف إذا طاف أن يقيم ذكر الله عز وجل في طوافه، وأن يلهج بلسانه وخفق قلبه ونبض فؤاده بذكره لله في طوافه، فإن هذه عبادة قوامها الذكر والدعاء. خامسا في فضائل الطواف وخصائصه أمة الإسلام أن الله عز وجل أمر به في كتابه الكريم، فقال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. هذا أمر من رب الأرض والسماء يأمرنا أمة الإسلام أن نطوف بالبيت العتيق. وقوله سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق، هذا الأمر جاء في ضمن أعمال الحج، قال مجاهد رحمه الله: يعني الطواف الواجب يوم النحر. قال الإمام الطبري رحمه الله: لا خلاف بين المتأولين في ذلك أن المراد بالآية طواف الإفاضة في مناسك الحج لمن حج بيت الله الحرام، وهو من أركان الحج العظام التي لا يتم الحج إلا بإتمامها. قال عكرمة رحمه الله: سمي بالبيت العتيق لأنه أعتق يوم الغرق زمن نوح عليه السلام، وقيل بل لأنه لم يظهر عليه جبار قط. قال مجاهد وقتادة وابن الزبير رحم الله الجميع: البيت العتيق لأنه أعتق من الجبابرة أن يسلطوا عليه. وقال مجاهد أيضا رحمه الله: لأنه لم يريده أحد بسوء إلا هلك، فهذا البيت عتيق. وقال الحسن: العتيق بمعنى القديم، فإنه أول مسجد وضع في الأرض، وهذا في مصداق قول ربنا سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. وقيل إنما سمي بالعتيق لأن الله يعتق فيه رقاب المذنبين من العباد، وقد ذكره القرطبي في تفسيره رحمه الله. وقال بعض أهل العلم: بل العتيق هنا بمعنى المحرر، كما تقول: هذا عبد عتيق إذا أعتقه سيده. والبيت العتيق قال لأنه محرر فلا يملكه أحد،
واستأثر الله بملكه، فما يتسلط عليه بشر ولا يعد في عداد ملك أحد من الناس قط. هذا من فضائل البيت الحرام والكعبة المعظمة والطواف به. ولنختم ذلك بأمر سادس، هو أن هذا البيت الحرام وقصدنا نحن أمة الإسلام إليه بالطواف والصلاة يأتي في إزاء عبادة جليلة جعلها الله لأهل الأرض، جعلها الله لأهل الأرض، وبإزاء ذلك عبادة لأهل السماء. قال الله سبحانه في مطلع سورة الطور: والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور. أقسم سبحانه بالبيت المعمور، والبيت المعمور هو البيت المعظم في السماء السابعة بإزاء الكعبة. في حديث قصة الإسراء الذي أخرج الشيخان في صحيحيهما من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه في أحداث توالي معراج المصطفى صلى الله عليه وسلم وإتيانه أبواب السماء بابا بابا يصعد من سماء إلى سماء، قال: حتى إذا أتينا السماء السابعة فقيل: من هذا؟ قيل: جبريل. قيل: من معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد أرسل إليه مرحبا ولنعم المجيء جاء. قال: فأتيت على إبراهيم عليه السلام فسلمت عليه فقال: مرحبا بك من ابن ونبي. قال صلى الله عليه وسلم: فرفع لي البيت المعمور. فسألت جبريل عليه السلام فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، إذا خرجوا لم يعودوا إليه آخر ما عليهم، يعني إلى قيام الساعة. فتخيل، منذ أن خلق الله الأرض والسماء ومنذ أن خلق الملائكة الكرام عليهم السلام بني البيت المعمور، فتدخله الملائكة في السماء السابعة كل يوم 70,000 ملك. كم مضى على الدنيا من أيام، وكم دخلها من الملائكة الكرام وهم يأتون البيت الحرام، وهم يأتون هذا البيت المعمور في السماء السابعة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: البيت المعمور هو بيت حذاء العرش تعمره الملائكة، يصلي فيه كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه أبدا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: هو كعبة أهل السماء السابعة، البيت المعمور كعبة أهل السماء السابعة. قال: ولهذا وجد إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور لما قابله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة المعراج. وجد الخليل إبراهيم عليه السلام، وجد جده إبراهيم عليه السلام مسندا ظهره إلى البيت المعمور. يقول ابن كثير: لأنه باني الكعبة الأرضية، فأكرمه الله بأن يكون هناك في السماء السابعة قريبا من البيت المعمور مسندا ظهره إليه. يقول الحافظ: والجزاء من جنس العمل، وهو بحيال الكعبة. يقول ابن كثير: وفي كل سماء بيت يتعبد فيه أهلها ويصلون لله، فالذي في السماء السابعة هو البيت المعمور. قال: والذي في السماء الدنيا يقال له بيت العزة، والله أعلم. المقصود يا كرام أننا أمة الإسلام في هذه الدنيا على وجه هذه البسيطة خصنا الله بهذا البيت الحرام، بالكعبة المعظمة، بالبيت العتيق، وأمرنا بالطواف بها، فقال سبحانه: وليطوفوا بالبيت العتيق. فيما يلي هذه المقدمات في ذكر فضل الطواف، هذه العبادة العظيمة والشعيرة الكريمة، يهمنا جدا أيها الكرام أن نتلمس ونتفقد ونبحث ونتحرى عن هدي سيد البشر صلى الله عليه وسلم في طوافه بالبيت الحرام. فاعلموا وفقني الله وإياكم لكل علم نافع وعمل صالح أن هدي نبينا صلى الله عليه وسلم في الطواف يقوم على أمرين اثنين: أحدهما هدي معنوي وهو الأمر الباطن، وذلك الشأن في كل العبادات، وأما الأمر الآخر فهو الهدي الحسي، وهو الهيئة الظاهرة للطواف وما كان يفعله بأبي وأمي هو صلوات الله وسلامه عليه. أما الهدي المعنوي وهو الأعظم، وهو ما يقوم بقلبك إذا أتيت الكعبة عبد الله. ما عليك أن تفعل قبل أن تقول: لي أتوضأ وأتطهر وأبتدئ من الحجر الأسود وأكبر وأفعل؟ قبل ذلك كله، ما الذي يقوم بقلبك
وأنت تأتي بيت الله وكعبته المعظمة وتشرع في طواف تعلم أنها عبادة لن تجد لها مكانا إلا ها هنا، وأنها عبادة يحبها الله، وأنك بكل خطوة تضع فيها قدمك وترفع الأخرى أنت موعود بعشر حسنات وبعشر درجات وبتكفير عشر سيئات. هنا ينبغي أن نتعلم أن هديه صلى الله عليه وسلم الباطن في هذه العبادة كان يقوم على جملة من المعاني، أعظمها التعظيم لهذا البيت الحرام. والله عز وجل لما ذكر في سورة الحج الكعبة والطواف وذكر الهدي والأضاحي قال سبحانه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. هذه شعيرة، بل هذه من أمهات الشعائر في الإسلام، كعبة الله، البيت الحرام، هذا البيت العتيق. فإن من واجبات من أتاه، بل يا أخي نحن إنما نعظم الكعبة بالنظر إليها إذا أبصرها أحدنا في الشاشات من وراء البحار والمحيطات، قام بقلبه قائم التعظيم لهذه الكعبة المعظمة، فكيف إذا أتى إليها؟ فكيف إذا كان بساحتها؟ فكيف إذا جاء يشرع في طوافها؟ إن المرصود في هديه صلى الله عليه وسلم في طوافه إذا طاف عبادات عظيمة تقوم على قائم التعظيم، السكون والخشوع الذي كان يرى عليه صلى الله عليه وسلم، الافتقار والانكسار والخضوع والذل لله عز وجل وهو في رحاب بيته الحرام. دخل مكة صلى الله عليه وسلم يوم الفتح مظفراً منتصراً، دخل مكة بعد جهاد قاومه فيه أهلها 8 سنوات بعد أن هاجر، ثم قد وجد فيها من العناء صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة 13 سنة مكث هذه المدد. فلما جاء اليوم الذي يدخل مكة فيها فاتحاً مظفراً منتصراً صلى الله عليه وسلم أصابه هيبة التعظيم لبيت الله الحرام، فدخل مطأطئاً رأسه صلى الله عليه وسلم حتى إن ذقنه ليكاد يمس راحلته صلى الله عليه وسلم. لقد كان يستشعر معنى التعظيم وهو داخل مكة بيت الله الحرام وكعبته المعظمة. يقول عبد المجيد ابن أبي رواد وهو يصف هدي السلف المتأسين بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، يحكي وصفهم في الطواف إذا طافوا، فاسمعوا هذا كلام يهمنا جميعا ونحن نطوف بالبيت الحرام. يقول: كانوا يطوفون بالبيت كأن على رؤوسهم الطير. هذا مثل تضربه العرب، يقال كأن على رأسه الطير من شدة السكون، كأنه خشبة، كأنه جذع، كأنه حائط جدار، بحيث إذا وقف عليه الطير استكن واستقر، لأن الطير في أدنى حركة يتحرك ويطير، فيقال كأن على رأسه الطير من شدة السكون والخضوع. ما أحرانا والله يا إخوة أن نتعلم هذا الهدي في الطواف إذا طاف أحدنا، في طواف العمرة إن كان معتمرا، وفي الحج إن كان حاجا، في طواف التطوع إذا طاف في أي ساعة من ليل أو نهار. قوام الطواف وروحه هذا المعنى العظيم من السكينة من الخشوع. لاحظ معي، هذا سيقودك إلى عبادات قلبية عظيمة وأنت في رحاب بيت الله الحرام، وأنت في لجة الطواف سيقودك إلى شعورك بالشرف أن الله أوفدك وأكرمك وأتى بك وأذن لك أن تطوف ببيته الحرام. أي شرف هذا، أي فضل وفخر اختصك الله به في الوقت الذي تعلم علم اليقين عبد الله أن وراءك من أمة الإسلام في بلاد الدنيا شرقها وغربها مئات الألوف المؤلفة التي تتمنى الإتيان إلى البيت الحرام ولو لحظة في حياتها، وأن تتشرف بالنظر إلى الكعبة بأم عينيها، وأن تكتحل بالرؤية إليها، وأن تتشرف بالطواف ولو مرة في حياتها. ما كتب الله لهم ولا أذن لهم، ما جاءوا إلى هذه الساعة وفيهم والله، يعني في الأمة، من هو أغنى مني ومنك ومع هذا ما جاء، وفيهم من هو أصح بدنا مني ومنك ومع هذا ما جاء، وفيهم من هو أعظم جاها وسلطانا
وعلاقات وإمكانات أكثر مني ومنك، ومع هذا ما جاء. لا تظن أنك إذا أتيت إلى الكعبة ووصلتها في حج أو عمرة وأنت تطوف بها، لا تظن أنها رحلة عمرة دفعت فيها قيمة تذكرة ووجدت فيها مقعدا في شركة سياحية وأنت قادر ومالك لمال وعندك صحة فأتيت. أبدا والله، هو فضل من الله، فاستشعر نعمة الله عليك. ولهذا أنت تقول في التلبية لبيك إن الحمد والنعمة لك لا شريك لك، أنت تعترف بهذا مرارا وأنت تصدح بها في تلبيتك معترفا بفضل الله عليك ونعمته عليك، تحمده عليها، لا تنقطع بذلك ولا تفتر طالما كنت محرما. هذا المعنى يا كرام ينبغي أن نستشعره. ثم هذا الشرف سيقودك إلى معنى قلبي آخر، هو الطمع، وهو من هديه عليه الصلاة والسلام. أما أتيت بيته سبحانه؟ أما دخلت داره؟ أما أنت في فناء كعبته؟ أي فضل هذا؟ فتحت لك أبواب الخير والكرم الإلهي، فاطمع رعاك الله، ولا تجعل لطمعك هذا حداً ولا سقفاً تنتهي إليه. اسأل ربك من خير الدنيا والآخرة ما يخطر لك على بالك، لا تستكثرن شيئا على رب كريم قادر، بيده خزائن السماوات والأرض سبحانه، وهو قادر على كل شيء جل جلاله. اسأل ربك واطمع في فضله، وليكن لسان حالك ومقالك وأنت تطوف بالبيت العتيق تقول: يا رب عاجز والله عن شكرك، طامع في مزيد فضلك. وكلما آتاك الله من فضله ازددت طمعا، وكلما ساق إليك نعمة حمدته وطمعت في أخرى سواها. هذا كرم الله، وهذا بيت الله، وأنتم وفد الله، فمن كان كذلك طمع في مزيد فضله سبحانه. لا يقف بك حد عند مطالب الدنيا دون الآخرة، أو لا تستقلن مطالب الدنيا فتقبل على الآخرة. قال الله عز وجل: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فاذكر كل مطامعك، وهذا معنى قلبي ينبغي أن تستشعر أنه عبادة. نعم، طمعك في فضل الله عبادة تؤجر عليها، ودعاؤك بهذا الطمع هو صلب الدين والعبادة وأنت في رحاب بيت الله الحرام. اجعل طوافك لهجا بالسؤال والطلب والإلحاح، اسأل ربك كل شيء تريده في أمر دينك ودنياك، لنفسك، لوالديك، لزوجتك، لأولادك، لمن أوصاك واستوصاك من إخوتك المسلمين. أنت الآن في مقام عظيم، أشبه ما يكون والله بما نقيسه في أمور الدنيا. إذا أتيحت لك فرصة وأعطيت بطاقة وتيسر لك أن تقابل ملك البلاد ورئيسها والمسؤول الأول فيها، فيقال لك هي فرصة لأن تعرض ما تريد، أما ترى أن الأقربين من حولك وقد وجدوك حظيت بفرصة لم يحظوا بمثلها، أحدهم يسعى يوصيك بأمر تذكره عنده ولعلك ما تنساه؟ أنت الآن عند ملك الملوك ورب الأرباب سبحانه وتعالى، أنت في رحاب بيته. والله إن طمعنا ورجاءنا وشرفنا ونحن نطوف بالبيت الحرام فضل لا يوازيه شيء على الدنيا قط، فليستشعر أحدنا هذا المعنى الكريم، فإنها من المعاني الباطنة. ثم إذا استشعرت ذلك فلتكن المسكنة والإلحاح والإلحاف في الدعاء والتضرع والسؤال مرة بعد مرة. ماذا عليك عبد الله لو كانت لك مسألة أقلقتك في حياتك ومهمة ضيقت عليك أمر دنياك؟ ماذا عليك لو أتيت فطفت سبعة أشواط كاملة لا تسل ربك شيئا سواه، تعيد وتزيد وتكرر وتبدأ مرة وتعيد مرة، وتخلط ذلك كله بتمجيد ربك وحمده والثناء عليه؟ كان زين العابدين علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وعن أبيه وعن جده، كان وهو إنما سمي بزين العابدين لشدة عبادته وتقواه، جمع الله له بين إمامة في العلم وإمامة في الدين وزهد ورياسة وقدر عظيم كبير ما أوتيه إلا قليل من البشر. كان رحمه الله ورضي عنه معروفا بإجابة الدعوة ومن المستجابين في دعائهم إذا دعا. سمعه أحدهم ورآه يطوف بالكعبة فكان بقربه فسمعه يتضرع ويتمسكن إلى ربه وهو يقول: يا رب
عبيدك بفنائك، مسيكينك بفنائك، أن تستشعر عبد الله أنك عبد مسكين فقير، وأنك اليوم في رحاب ملك الملوك الذي لا تنفد خزائنه، والذي لو أعطى الإنس والجن والبشر أولهم وآخرهم وأعطى كل واحد مطالبه قال ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إذا غمست إبرة مخيط في ماء بحر ماذا عسها أن تنقص من ماء البحر؟ فهذا فضل الله وهذا ملك الله سبحانه وتعالى. هذا يا كرام جملة تتعلق بالهدي الباطن المعنوي للنبي صلى الله عليه وسلم في الطواف، وحري بنا أن نستشعره أيما استشعار. لننتقل إلى الهدي الحسي، كيف طاف نبينا صلى الله عليه وسلم، ما هديه في طوافه إذا طاف عليه الصلاة والسلام. اعلموا رعاكم الله أن الهدي الحسي يشتمل على أمور أسردها تباعا. أولها، كل طواف وهو عبادة مستقلة تتكون من 7 أشواط بعده ركعتان. هذا الطواف سواء كان طواف فرض وركن أو طواف واجب أو طواف استحباب وسنة، ليس هناك طواف بأقل من 7 أشواط. ولا تظن أنه إذا كان تطوعا لأنه تطوع يجزيك فيه 2 أو 3، الطواف لابد أن يكون من 7 أشواط، وبعد الطواف ركعتان سنة له يصليهما المسلم خلف مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر في غير الزحام، وإلا ففي أي مكان في المسجد الحرام. الأمر الثاني في هديه عليه الصلاة والسلام، الرمل والاضطباع سنن من سنن طواف القدوم والعمرة. والمقصود بالاضطباع هو أن يجعل وسط الرداء تحت إبطه الأيمن وطرفاه على عاتقه الأيسر، يعني يكشف كتفه الأيمن في طواف القدوم وطواف العمرة. هذا هو الاضطباع، هو من السنن. وأما الرمل فالمقصود به إسراع الخطى مع تقاربها في 3 الأشواط الأول فقط من الطواف في القدوم أو للعمرة، هذا فعل نبينا صلى الله عليه وسلم. ويفهم منه أن طواف التطوع لأنه لا إحرام فيه فلا رمل ولا اضطباع، وكذلك التطوع إذا لم يكن في حج أو عمرة. الأمر الثالث، نبينا صلى الله عليه وسلم طاف مرات كثيرة لأنه كان بمكة عليه الصلاة والسلام، طاف قبل النبوة وبعدها، وبعد النبوة طاف مرارا لا يحصيها إلا الله عز وجل. كما هو الشأن، العرب في الجاهلية كانت تطوف بالكعبة، غير أنها تطوف وحولها الأصنام والأوثان على الجاهلية التي كانوا عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم تعلق بهذا البيت الحرام وبالكعبة المعظمة وبالطواف حتى بعد الهجرة، فما زال يرقب انتقال القبلة إليها، فنزل قول ربنا سبحانه قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. رابعا، طاف نبينا صلى الله عليه وسلم راكبا وماشيا، وطوافه ماشيا كان أكثر، لأن الأكثر في طوافه كان بمكة قبل الهجرة، وكان طوافه أيضا بعدما جاء في فتح مكة وفي عمره وفي حجة الوداع، طاف صلى الله عليه وسلم في بعض ذلك راكبا كما هو في شأن في حجة الوداع، طاف على ظهر ناقته صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الفقهاء من طاف على عربة أو طاف محمولا لأنه لا يستطيع المشي فالأمر في ذلك جائز ومشروع، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل ذلك وذلك. الأمر الخامس، في طوافه صلى الله عليه وسلم كان يقبل الحجر الأسود ويستلمه، وكان يستلم الركن اليماني، فهذان ركنان في الكعبة أعظمهما هو الحجر الأسود، وقد ثبت في السنة أنه نزل من الجنة أشد بياضا من اللبن فسودته خطايا بني آدم. استلام الحجر معناه أنك إن تيسر لك الوصول إلى الحجر وأتيت إليه فإن السنة أن تقبله إذا تيسر ذلك لك. والسجود عليه معناه وضع الجبهة داخل طوق الحجر فتضع جبهتك عليه، إن تيسر هذا فهو سنة تقبيله، فإن لم يتيسر فلك أن تستلمه بيدك، بمعنى أن تضع يدك على الحجر إن كنت من بعد، فإذا وضعت يدك في الحجر فلك أن تقبل يدك التي مست الحجر. فإن لم يتيسر ذلك ومعك شيء كعصا أو نحوها فإنه عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بمحجن، لأنه كان راكبا على بعير،
فلما أتى الحجر استلمه بالمحجن وهو العصا التي بيده ثم قبله، فهذا كله من المشروع. فإن بعد بك المكان عن الحجر أو اشتد الزحام حسبك الإشارة إلى الحجر كلما حاذيته من بعد وتكبر معه. أما الركن اليماني رعاكم الله، وهو الركن الواقع قبل الحجر الأسود مباشرة، الواقع في جنوب الكعبة، فإنه لا يقبل لأنه عليه الصلاة والسلام ما قبله، إنما يستلم يعني يمسح فقط. فإن كنت عن بعد فإنك تكبر من غير إشارة إليه كما تفعل في الحجر الأسود. إذن الحجر الأسود إما أن تقبله مباشرة، أو تجعل يدك عليه ثم تقبل يدك، أو تشير إليه من بعد، فإذا أشرت من بعد فلا وجه لتقبيل اليد لأنها ما مست الحجر. وأما الركن اليماني فإما أن تكون قريبا فتمسحه، وإما أن تكون بعيدا فتكبر إذا حاذيته من غير أن تشير إليه اقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. فهكذا طاف صلى الله عليه وسلم. وقد مر بك في حديث ابن عمر رضي الله عنهما قبل قليل إن مسحهما يحط الخطايا، فهذا من فضائل مسح هذين الركنين. الأمر السادس المتعلق بطوافه صلى الله عليه وسلم دعاؤه بين الركنين، بين الحجر الأسود والركن اليماني. فإنك إذا جاوزت الركن اليماني ومسحته إن كنت قريبا، أو كبرت وتجاوزته إن كنت بعيدا عنه، فإنك تدعو كما تدعو في سائر طوافك. لكن بين الركنين السنة فيه ما كان عليه الصلاة والسلام يكثر فيه في هذا المكان تحديدا، وهو قوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذا يا كرام معدود في جوامع الدعاء، وبعض السلف يعده أعظم الأدعية لأنه جمع خير الدنيا والآخرة. ما الحسنة التي نسألها ربنا في الدنيا؟ قال العلماء تشمل كل شيء، الرزق الواسع والصحة والعافية والشفاء من المرض والزوجة والولد، كل ما تريده من أمور دنياك يدخل في قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة. وأما حسنة الآخرة فالجنة ونعيمها والفردوس والزيادة والنظر إلى وجه الله الكريم ومرافقة المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنان الخلد، وهذا النعيم كله أجمع يدخل في قولك وفي الآخرة حسنة، ثم تسأل الله أن يقيك عذاب النار. هذا يقال بين الركنين يا كرام. فإن كان زحام والخطى بطيئة وقضيت الدعاء ولم تصل الحجر الأسود فكرره، هذا من خير ما يقال لأنه هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة يا كرام الطواف في الطهارة. شرط لصحة الطواف أن تكون على طهارة متوضئا، هذا مذهب الأئمة مالك والشافعي والمشهور عن أحمد رحم الله الجميع. والدليل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها، حديث ابن عباس رضي الله عنهما الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يطوف توضأ وهو القائل لتأخذوا عني مناسككم. والحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين لما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام وقد حاضت لما جاءت في حجة الوداع افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. فتستنتج العلماء من ذلك كله أن الطواف لا بد له من طهارة، وأنه من انتقضت طهارته في الطواف وجب عليه أن يجدد الوضوء ثم يكمل من حيث وقف، ولا يصح طواف بلا طهارة. وذهب بعض أهل العلم ومنهم عدد من أصحاب المذاهب كأبي حنيفة وغيرهم إلى أن الطواف تستحب له الطهارة وليست واجبة، والأول أحوط وأولى ألا يطوف المسلم إلا على طهارة فإنه أحوط وأرجح. المسألة الثامنة الكلام في الطواف مباح، وقد مر بك الآن حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج أحمد والنسائي الطواف فيما أخرج الإمام الترمذي الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير، الحديث صححه الألباني. حديث الترمذي هذا
يعضده حديث أحمد والنسائي، حديث أحمد والنسائي عن طاووس عن رجل أدرك النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام. هذا الحديث دل على إباحة الكلام وأنه لا يبطل الطواف، وأن الفارق بين الطواف والصلاة هو إباحة الكلام، أما الصلاة فيبطلها الكلام كما تعلمون، لكن الطواف لا يبطله. عندئذ نحتاج أن ننظر يا كرام إلى الموازنة هنا بين إباحة الكلام في الطواف وبين الحاجة فيه إلى الكلام. نعم الكلام مباح إذا احتاج إليه الطائف، لكن هل يعني هذا أن يسترسل الطائف في الكلام مع من يطوف معه ومع صديقه ورفيقه في طوافه، أو أن ينشغل حتى مثلا بجهاز جواله في محادثة واتصال؟ قدمنا قبل قليل أن قوام الطواف المعنوي الباطن هو استشعار هذا الفضل والكرم في رحاب بيت الله، هو التعظيم، هو المسكنة، هو الطمع، هو الشرف الذي تشعر به في طوافك. هذا لا ينبغي أن يصرفك في إباحة الكلام. يقول عليه الصلاة والسلام: فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير. لا بأس أن تتكلم إذا احتجت، وإذا احتجت إلى ذلك فليكن بقدر حاجتك، ولا يصرفك عن قضاء وقتك في شرف الدعاء والسؤال. نختم المجلس أيها الكرام بذكر تنبيهات تتعلق بطوافنا بالبيت الحرام والكعبة المعظمة. التنبيه الأول: ليس من السنة التلفظ بالنية عند ابتداء الطواف كما يصنعه بعض الحجاج والمعتمرين، فبعضهم إذا أراد ابتداء الطواف وقف بمحاذاة الحجر الأسود وقال: اللهم إني نويت طوافا العمرة مثلا، أو طواف الحج، أو طواف الوداع، أو طواف القدوم. يقول عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، والنية محلها القلب. وما تلفظ عليه الصلاة والسلام بطوافه لما طاف، ولا بصلاته إذا صلى، ولا فعله الصحب الكرام، ولا من جاء بعدهم في أزمنة السلف الصالح. فلا تنشغل عبد الله، هذه عبادة والتزم فيها، وليكن شعارك: هكذا طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالزم طوافك مقتديا برسول الأمة ونبيها صلوات الله وسلامه عليه. التنبيه الثاني: الوقوف أمام الحجر الأسود عند ابتداء الطواف أو في نهاية كل شوط وقوفا تاما كما يفعله أيضا بعض الطائفين، فإذا جاء في ابتداء الطواف وقف أمام الحجر ودعا، وإذا أتم كل شوط بين شوط وآخر وقف أمام الحجر ودعا. ولما كان سابقا قد وضع خط بإزاء الحجر الأسود يدل على ابتداء الطواف وانتهائه وتحديد بداية كل شوط، كان ذلك سببا في إرباك المطاف ووقوف الطائفين عليه، بل بعضهم يقصد الصلاة على الخط في محاذاة الحجر الأسود. وكل ذلك يا كرام ليس مشروعا، وقد أحسنت الجهات المسؤولة في إزالة ذلك الخط، لأنه لا يتعلق به إلا أن تستقبل الحجر الأسود، فإذا استشعرت محاذاته يكفيك أن تكبر منطلقا في كل شوط إلى الآخر. التنبيه الثالث أيها الكرام: المزاحمة على الحجر الأسود والركن اليماني ليس مشروعا، بل هنا تنبيه لطيف لبعض أهل العلم: استلام الحجر الأسود سنة ومسح الركن سنة، فإياك أن تجاهد في الحصول على سنة فتقع في حرام. ما الحرام؟ مدافعة إخوانك وأذيتهم، وربما كان في سبيل ذلك شيء من المدافعة بالمناكب أو حتى الضرب بالأيادي أو الشد. لا تقع في حرام من أجل أن تطبق سنة. إن وجدت زحاما فيكفيك الإشارة من بعد، لا يكن هذا حرصا ينعكس إلى شيء يقع فيه المسلم في وزر وخطيئة من حيث لا يشعر. المزاحمة لا تنبغي، وآكد ما يتوجه التنبيه في ذلك أخواتنا النساء، فإن مزاحمتهن عند الركن والحجر فوق ما فيها من المضايقة والأذية والتأذي، فإن فيها قدرا كبيرا لا يجوز والله من التصاق الأجساد ومزاحمة الرجال، وشيئا من المدافعة التي لا تليق. في حجة من الحجج حجت أمنا عائشة رضي الله عنها ومعها مولاة لها، فلما أتمت طوافها رجعت فرحة فقالت: يا أماه أبشرك، طفت بالبيت واستلمت الركن يعني الحجر الأسود مرتين أو ثلاثا،
قالتها فرحة أنها استطاعت في طوافها أن تقبل الحجر الأسود مرتين أو ثلاثا. قالت لها عائشة رضي الله عنها: لا آجرك الله، لا آجرك الله، تزاحمين الرجال وتدافعين، هلا طفت من وراء الرجال وأشرت من بعد؟ هذا يا إخوة فقه لسلفنا الكرام كانوا يرون تطبيقه أمرا يعين على تحقيق المقصد من الطواف. التنبيه الرابع: صلاة ركعتي الطواف السنة أن تكون خلف المقام، لكن متى وجدنا زحاما فلا والله لن نظفر بسنة بأذية مسلم. يضايق بعض الناس المطاف في شدة الزحام فيقفون للصلاة ويرون صحن المطاف ينقلب طوافا بأجمعه، ثم يصرون على الصلاة في طريق الطائفين، وربما اشتد الأذى فيقف أمامهم من يحجز الطائفين عن قطع صلاتهم. كل هذا خلاف السنة. المسجد الحرام فسيح، فلتصلي في حيث السعة وعدم الضيق والزحام. التنبيه الخامس: مسح الركن والحجر الأسود مر بك قبل قليل أنه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يحط الخطايا، فاعلم في هذا التنبيه رعاك الله أن مسحنا للحجر الأسود وللركن اليماني هو عبادة وليس تبركا به. ما الفرق؟ عندما تكون عبادة فأنا أبحث عن الأجر في المسح عليه أو في تقبيل الحجر الأسود، ولي بذلك أجر وثواب، وأخبرنا عليه الصلاة والسلام أن مسحهما يحط الخطايا، وقال في الحجر الأسود تحديدا: إن الله يبعثه يوم القيامة وله لسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. هذا أجر وثواب، لكن ليس تبركا. إذا فهمت أنه ليس تبركا، فمن الخطأ أنك إذا مسحت الحجر أو الركن تمسح به وجهك أو بدنك أو بعض أطفالك ممن حولك، أو تمسح به قطعة من ثوبك تظن أن بركة يمكن أن تنالها. يقول عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: وقد أتى إلى الحجر الأسود ولن يكون أحد منا أفقه من عمر رضي الله عنه، قال: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هذا معنى التعبد، نفعله لأن سيدنا صلى الله عليه وسلم فعله، لأن نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم قبله. أما إنه والله لو تبرك به لتبركنا به، لكننا نقف حيث وقف عليه الصلاة والسلام. شعارنا هكذا طاف النبي صلى الله عليه وآله وسلم. التنبيه السادس: تخصيص دعاء بعينه في الطواف والتزامنا بقراءة أدعية في أوراق أو كتب بعينها ليست من السنة. هذا الطواف أدع بما تحب عبد الله، وها هنا يقع بعض الإخوة في أكثر من خطأ، منها أن يظن أن للشوط الأول دعاء مخصوصا وللشوط الثاني دعاء لا يقال في الثالث ولا بالعكس، وهذا كله غير صحيح. أدع ربك بما تحب من أمر دنياك وأخراك، هذا بيت الله وأنت في رحاب ضيافته فادع بما شئت. ومن الخطأ أيضا أن بعض من يلتزم بالأدعية في الكتب والأوراق إذا أتم قراءة الدعاء الذي مكتوبا عنده والزحام لم ينتهي به طوافه في شوطه ذلك، ظل ساكتا حتى يتم الطواف لأن الأدعية التي بيده قد انتهت. لا، أدع بما تحب وسل ربك وكرر في دعائك فإن الباب مفتوح. فإذا لا يلتزم طواف، لا يلتزم دعاء بعينه. ومن الأخطاء أيضا أن بعض إخوتنا من غير العرب الذي قد لا يفهم العربية يلتزم الدعاء بجمل عربية في الأدعية ثم هو لا يفقه معناها ولا يشعر أنه سأل ربه شيئا هو يحتاجه. هل يجوز الدعاء لغير العربي بلغة غير العربية؟ الجواب نعم، أدع ربك فإنه سبحانه لا تختلف عليه الأصوات ولا تخفى عليه اللغات، سل ربك سبحانه باللسان الذي أعطاك. بعضنا ليس طالب علم وليس يحفظ كثيرا من الأدعية، اعلم رعاك الله أنك تدعو ربك بما شئت وسله سبحانه من خير الدنيا والآخرة. قل يا رب كذا بلهجتك العامية بطريقتك بكل بساطة وعفوية، ربك يحب أن يسمع دعاءك. ولما جاء الرجل فقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به فإني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يعني أنا لا أحسن الجمل التي تقولها أنت. فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: أنت إذا أردت أن تدعو ماذا تحب، ماذا تريد، ماذا تسأل ربك؟ قال: أنا أسأل ربي الجنة وأستعيذ به من النار.
قالوا نحن حولها ندندن، عبر بما شئت وتكلم بما تحب، ربك يعلم وربك يسمعك. والله إن جملة تخرجها بكل ما فيها من ضعف وكسور وقصور، لكن خرجت من قلب صادق، هي أحب من دعاء فيه الجمل المتكلفة والعبارات المنمقة التي لا يحضر فيها قلبك ولا تدري ما معناها أصلا. التنبيه السابع يا كرام، تحية البيت الطواف، هل هذا حديث؟ هذا منتشر جدا على ألسنة الناس، لكنه ليس حديثا نبويا ولا أصل له، ولا يجوز نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم قط، وهو أيضا خطأ من حيث المعنى. يظن بعض من دأت البيت الحرام أنه كلما دخل المسجد الحرام لابد أن يطوف، هذا غير صحيح. المسجد الحرام كسائر المساجد تحيته ركعتان، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى المسجد الحرام داخل في هذا المعنى. لكن لا شك أن الطواف مخصوص بهذا البيت العتيق، فمن طاف فهو أكمل، لكن من ضاق به الوقت أو وجد زحاما أو ما استطاع أو رغب في الاكتفاء بركعتين يصليهما وهي كافية. أما تحية البيت الطواف فلا أصل له، ولا يجوز الاستشهاد به أو الاعتماد عليه. التنبيه السابع والأخير، هل يجوز أن أجمع بين أكثر من طواف متتابع، يعني أتم 7 أشواط ثم ألحق به طوافا جديدا ب7 أشواط لا أفصل بينها بركعتين؟ الجواب، كلما أتممت طوافا ب7 أشواط صلي له ركعتين تفصلك عن طواف آخر، هذا لمن أحب الاستكثار من الطواف والتتابع بطواف عقب طواف. وإن أتبعت الطواف بعد الطواف فهذا جائز، لكن الأكمل والأفضل أن تفصله بركعتين. ثبت عن عائشة رضي الله عنها وعن المسور بن مخرمة، وقال به عطاء سيد التابعين وإمام الفقهاء في المناسك، وبه أيضا قال طاووس وسعيد بن جبير رحم الله الجميع، ثبت أنهم كانوا يرون جواز إلحاق الطواف بالطواف. طيب فإذا طفت 14 شوطا، طوافين يعني 7 وبعدها 7 مباشرة، وبعد 7 الأولى نويت أن هذا طواف جديد، متى أصلي الركعتين؟ إذا فرغت فأنت تصلي 2 ركعتين ثم 2 ركعتين عن كل طواف 2 ركعتان، تتبعها 2 ركعتين بعد 2 ركعتين. وكذلك لو طفت 21 شوطا مثلا أو 28، هذا متاح وجائز وسائغ ومشروع. وبه قال الفقهاء وفي تصحيحه نقلا عن عدد من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وعنا أجمعين. تم الحديث أيها الكرام فيما يتعلق بجملة هدي نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم في طوافه، هكذا طاف النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمل أحبتنا الكرام أن أحدنا إذا أكرمه الله فأتى هذه البقعة واكتحلت عيناه برؤية الكعبة المعظمة، أن يكون تعظيمه في قلبه لهذه البقعة ولرب هذا البيت أعظم ما يكون. فإذا استشعر ذلك انطلق في طوافه يحث الخطى، تقوده نفسه نحو الطمع في رحمة الله والشرف بكريم ما حباه الله، فيسأل ربه من خير الدنيا والآخرة. تنبيه أكيد يا كرام، أرجو ثم أرجو ألا يرانا الله في طوافنا منشغلين عنه. إي والله، والله ما يليق بنا. أيليق بك وأنت في رحاب بيته أن تتخطف بصرك الأبراج من حولك وأنت عند أعظم بناء على وجه الأرض، فتظل محلقا في تلك البنايات المرفوعة الشاهقة لك أن تنظر إليها متى شئت إذا فرغت من طوافك؟ لكن أرجو أن نستشعر أننا في عبادة. ثم الانشغال أيضا بالتصوير وبالأدوات والآلات التي أصبحت بأيدينا، يصور أحدنا نفسه إذا طاف ثم يرسل هذا إلى أهله في بلده، وربما أشعرهم بأنه ما نسيه في دعائه وأنه ذكرهم بقرب الكعبة. اجعل هذا بينك وبين ربك، هذه عبادة، أرجو ألا يسرق الشيطان من إخلاصنا لله فيها شيئا، فتضع صورتك وعبارتك وإخبارك بأنك هنا على حساباتك في وسائل التواصل، فيراك الناس ويشاهدونك ثم يطلبون منك الدعاء. هذا يمكن أن تفعله في كل نزهة ورحلة وسياحة، إذا زرت الحدائق والجسور المعلقة والفنادق الفاخرة، لكن أنت الآن في جوف عبادة، لا يكون حظ الشيطان منك سرقة إخلاصك وإنقاص أجرك وثوابك.
اجعل عملك خالصا لوجه الله الكريم. أتيت بيته يا إخوة، ألسنا نعد من العيب إذا أتى أحدنا بحضرة والديه مثلا في زيارتهما ثم انشغل عنهما بالجوال والاتصال وحديث مع الأصدقاء والأقارب، ونعد هذا من سوء الأدب؟ كذلك من سوء الأدب إذا أتينا مجالس الكبراء والعظماء، بل أصبح اليوم من الأمور المهمة إذا أتى أحدنا إلى أماكن عظيمة وزار المسؤولين الكبار الرؤساء والأمراء والعظماء، طلب منه أن يغلق الجوال وأن يتركه خارجا، ولا يرون هذا سائغا وأنه خلاف الأنظمة والآداب المرعية. يا أحب، أين نحن في زيارة بيت الله الحرام أو في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي؟ والله إنما أحكي عما يرى مما يستحق التنبيه والتأكيد. مقام الأدب يا كرام والإكرام والتعظيم لهذه البقاع الطاهرة لبيت الله الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام يستدعي منا أدبا والله هو فوق الآداب كلها، ويستدعي منا تعظيما أعظم من أي تعظيم نمارسه مع أي أحد على وجه الأرض. فهذا بيت الله وذاك قبر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، فالمأمول والمرجو والمناشدة التي نتواصى بها جميعا أن يكون شأننا في طوافنا الإقبال على الله طمعا شرفا تعلقا رجاء خوفا إذلالا إخباتا افتقارا تعظيما لربنا سبحانه، وأن الانشغال بالأمور الأخر يمكن أن ندركها تباعا إذا فرغنا من طوافنا. أسأل الله عز وجل جلت قدرته بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمنا وإياكم بكرامة عباده الصالحين. اللهم اجعلنا من أقرب من تقرب إليك، ومن أوجه من توجه إليك، ومن أخصهم زلفى لديك يا رب العالمين. اللهم ربنا وخالقنا، ألزمنا عتبة العبودية، وارزقنا السعادة الأبدية، وادفع عنا وعن كل مسلم كل شر وبلية. إله الحق يا سميع الدعاء، اجعل لنا ولأمة الإسلام من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين. ونسألك ربنا بعزتك وقدرتك وجلالك وعظمتك ألا تجعله آخر العهد بالبيت الحرام بالطواف والحج والاعتمار رب العالمين. اللهم هؤلاء وفدك أتوك من كل فج عميق، يسألون رحمتك ويخشون عذابك ويطمعون في فضلك، وأنت أكرم من سئل وأجود من أعطى وأرأف من ملك. إلهنا وخالقنا، اللهم فأعط كل سائل سؤله، وحقق لكل مؤمل فيك ما أمله يا رب العالمين. اللهم ما عندنا ينفد وما عندك باق، وأنت أعز وأعظم وأكرم إله ومعبود. اللهم فكلنا ولا تكن علينا، وأعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، واختم اللهم بالصالحات أعمالنا وبالسعادة آجالنا، وبلغنا فيما يرضيك عنا آمالنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم آمنا في الأوطان والدور، اللهم أصلح وأرشد وسدد الآئمة وولاة الأمور يا عزيز يا غفور. اللهم وفق وأيد بالحق إمامنا وولي أمرنا خادم الحرمين، اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل، واجزه يا رب خير الجزاء وأوفاه على خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وتعظيم بيتك الحرام ومسجد نبيك عليه الصلاة والسلام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل يا ربي وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.